امين يا فيديو جاهي برا سواه. هاي برا سيدي السلام عليكم. توا هذه الخليه اللي الخدمه نتاعي نخدم فيها سون غريران من غير غريران هاو ثماش غريران ما ثماش برشا خويات ثم اللي تبعني في الطريقه وثم اللي قال لا ما يشي ثم منهم واحد قال حطيت الواحد وبعدين لقاها طلعت وباتت في العسله وليت هبطت الحضنه لوطه ورجعت الواحد وحطيت غريران. يا سيدي انت ما اصبر شويه راهو في اول الموسم ما دام ثم حبوب اللقاح داخله راهو مش تبيض بالسيف وكي تخليها تبيض اكثر في العسله الفوق راهو مش اكثر الجيش اكثر نحل باش اللي هو اللي مش يجيب العسل. خاطرش كي حطيت العازل الملكي ولا قريران استوبيت مواصله البيض ما عادش. بعد تالي كيف يجي الموسم تاع العسل ينقص الحبوب اللي قاعد تنقص من الطبيعه تولي كيما نقولوا على 10 رحلات كعبرك داخله بالبولان والبولان ما تعرفه هو اللي يبيض ما انقص تولي النحله اللي في في في, في العاسله هي تتولد وبلاصتها يفرغوها يردوا فيها يعبوها بالعسل. وهذه مش نوريكم هاي سيدي هاو تبارك الله هاي هاك البيت تشوفوا فيها ما فيهاش قريرات ما فيهاش هاو نعملوا تيست تو تشوفوا هو هذه غلط فيها يلزم فيها واحد هذه غلط فيها يلزم فيها واحد يلزم فيها تسعة هاي مسياج يلزم فيها تسعة هذا البني تبارك الله صلى على محمد حاليا يلزم تسعة إيترات هذا يخليه هنا بعد تالي يمشي الرجعة نخاف ننفذ نحل تو تهيج علينا شوي هاي سيدي بسم الله كيف السنة بالسفرة خذوا العبرة واعتبروا واصبروا مش شباب نتاع تو الكل يجري ماذا بيه تو اصبر الساعة تو ترى النتيجة خذ الكلام واسمعوا الكلام هاي سيدي هذا مثلا هذا إطار فيش حضنة ما فيش هذا أول مرة ناخذ مانيش باستعمال نوريكم ما تقولي الحضنة موجودة في العسلة ها مش تشوفوهم كل شيء فيش حضنة ما فيش هذا الإطار الثاني ليه لأن الموسم شب في مش مشوفه ولا بتاع الطبيعة ما عادش فيها حبوب لقاح الكل تعرفوا اللي حبوب اللقاح راهي هي الدافع الوحيد للبيض يعني معنا حبوب لقاح تاكل الشغلات تولي تفرز جيل رويال الغذاء الملكي ياسر قد ما تاكل بولان قد ما تفرز جيل رويال ويعطي يوكلوه الملك وقد ما يوكلوا الملكه جيل رويال قد ما بيض ينقص نقص لان عدم حبوب لقاح مره واحده ما عادش بيض الرامبو كل كي يجي واحد ساعات يقول لك فوق خويا ما لقيتش حتى بيض ما سماش حبوب لقاح مش بيض مع البرة ما سماش جيل رويال بياكلوا ما عادش بيض هاي هذا إطار واحد فيه شوية حضنة هذاك هذاك كيف فيه شوية حضنة كذا تخرج ها تو نحكي لك بعد تالي هذيك الطريقة نتاع الحضنة كيفاش تبان كيفاش تنحى ما فيها حتى مشكل ما فيها حتى مشكل تو أنت كي تبدا عندك كيما نقولوا 80 بيت 60 بيت هاو ما عادش ما شاء الله هاولي خرجت الحضنة كليك ها هاولي يغلبها العسل يعني ما عادش باش تلقى وانت بيض الملكة النحلة هي تطلع منها ويعبها بالعسل هي تخرج تتولد وهم يعبها بالعسل ثماش حضن وتبارك الله البيض متواصل هذه النتيجة متاع الخدمة بدون حاجز ملكي وسعوا بالكم خذوا العبرة اتعلموا يا رسول الله اصبر شوية كل شيء عنده موسم راهو مش مسيب العسل عنده موسم يجيب فيه مش جيني انت فاول ربيع وتحب تنحي العسل لا اول ربيع نتاع الدعم نتاع تكثير النحل واحد موش وقت عسل هذاك باش يتكاثر النحل اللي مش يجيب راه يشوف المنحله بالضبط مثلا تشبه حتى النحل اللي اسمه النماله يعني الريفاي في الخريف في اول الشتية وبعد تالي بها تتكاثر وبعد تالي بها تخزن وكان في الاخر تخزن العسل هذاك المستولي تخليه عوله نتاعها للشتية وقت ما تلقاش
ما تخزن العسل كيف سالة ساعة حتى في 15 يوم و10 ايام تجيب العسل لكل كي مش ماكينه راه ولا نحل موجي موجزين هو كاين طبيعي كيما الشجره وكيما الوحده وكيما النعجه كاين طبيعي ما تحكمش في كومبليتمون وتحب ترد على كيفك انت هذه شويه مش بالعنف مش تستعمل فيها عنف وتحب تولع عنف حشاك حتى هذه توك بحطوها هذه عندي برشا الغالب ما نسيتها اللي فيها يلزم ديما تسعه في العاسله تسع اطارات ها ثماش حظنا فيهاش حظنا ما ثماش النجم تو مثلا اي سيدي تحب حتى كيما نقولوا حنايا الحظنا هذيك تشد زي هاك تحب الحظنا هذيك مثلا تتنحى ما يسالش ها حطي طارات هذوناي تميكا هذاك هو اللي قبل الرابع هذا هو اللي هنا حطه من برا لا فوق فوق حتى بعد هذا ما عادش ثم موبيل جديد هون قرب جاي لا ما عادش ثم موبيل جديد تو هذه هي تخرج وهي تو مثلا ها شوفوا هذه تلقاها فارغ هذه هي تولد عبها بالعسل تعب يعني 10 ايام اخرين تلقاها ما عادش فيها حظنا بكل ما ثماش اكثر فيها ما ثماش حظنا مفتوحه هذه جات وحدها مع شنو؟ حط كوتر وذاك هذا مازال شربني نعملوا تسعة إطارات كما هكا يجوا واسعين ويجوا سمان وبعد تالي خشان شوية وحتى في وقت شو اسمه الديزوبيركولاج يعني كي يجي بعد تالي باش تعمل بيركولاج تقشط باش تحل تلقاها الكواتر سمين وباهي ثم حاجة ثانية حب نفهمها للتوانسة خاصة التوانسة اضغطوا على النجارة باش يبدلوا لكم الكواتروات راهي الكواتر وشوفها هذه الكواتر هذا الليتار هذا اللوحة هذه لازم تكونها 26 ملم اللي يبيعوا فيها تلقاها يمكن فيها 20 22 20 23 هذاك حد تجي الشهادة صغيرة هذه تلقاها صغيرة يلزم تكون ها تو ترى فيه الحل نتاعي هذا كل بدلتهم اللي طارت كل نتاع المنحل وكل كي بدلت هذا نحطه في مكان اخر نزيدو نحلو خليه اخرى مثالش هذه الفتحه هذه اللي توها هذه والله هاي لا ياسر كي نحطها في الاتجاه هذا من هنا في الاتجاه هذاك من ثم باهي دين بار يتبدل الهواء تبدل الهواء في البيت ودوتر بار حتى كيف يقدر يجي واحد باش يسرق فيك ما, يجي ما, ما, ما في بلاش بها الوحده هذيك ما في بلاش بها كيما خرج منها نحل برا نشوفوا خليه اخرى هذه خليه ثانيه ثم حاجه نحب نفهمها لكم النحل راه ما يحبش العنف كيف تدخن تو بالسياسه من هنا وتستناها شويه بعد تالي تعمل غرابه من هنا كيف باش تحل على على الخليه الداخل اعتبارك كأنك باش تسرق يعني سيس. مثلا شوف مثلا تعمل هكا الجست هذا النحله تجيك تجري ليدك لا بالسياسه تو كي تعمل هكا بشويه كي تمشي بشويه هكا ما تكلمك حتى واحد اما جرب عملك تجيك تجري واكثر فيا ما نستعملش اللي ترى غدوات مثلا ما نستعملش الكواندوات هاي سيدي ما كنتي تحكوا ثماش غيران هنا هاني ما ثمش العاجل الملكي العاجل الملكي ما تسمعوش الكلام ايش عندي فيكم اللي يحب يتبع عاجل يتبع ما يحبش ايش عندي فيه دب راسه وحر بارك الله ثماش حظنا بارك الله السلام على محمد ثماش حظنا ما نحبش شكون يشهني البلاصه نتاعك انت فين واحد ما نقولش شر المرعى نتاعك فين ولا النحل نتاعك فين هذه ما نحبش يسهن عليها حتى واحد وانت مزاد كيف كيف نفس الشيء يسالك واحد على المرعى فين ما عندنا مثل تونسي يقول وري عشك الزرار ياخذه لك احنا يزاد كيف كيف توري حتى شيء تبارك الله صور صور الداخل صور الداخل ما نحبش نصور كل كلبيه هاك تعرف يعني مش لازم باش تحل
كلها عايش ما شاء الله. سمى ما سمى حتى إطار حضنة. والله هات وزيد الحلة سيدي. هذا اللي المعندية اللي يقول لك أخوي، لا لا يا خويا من واحد ذاك النهار جزائري وأنا ما عرفتش منين، قال لي حطيت من غير عازل وبعد لقاها باطت. يا خالد بيض إيش عندك فيها؟ خالد بيض. ثماش حاجة زيد صور بجي ها. ثماش حضنة. هاونم 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 التسعة التسعة كل التسعة كل كاملين. خذ الكلام. خذ العبرة. أسمع 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 راجل كبير أكبر منكم وعندي 35 عام مع النحل. اسمع الكلام اسمع النصيحة ما تعندوش. يجي واحد عنده عام ونص ولا في النحل ولا عند فيا لا نوريه ويقول لي لا ما هو هكا وهكا. فريمون ميرد والله العظيم شيء أسف. خلنا نرتقوا بالمهنة. شبيه من الأوروبيين خير منا هما مش خير منا راهو. قادرين باش نعملوا معجزات ونحافظوا على السلالة نتاعنا واحد. ولا ثم اللي لوج لك على اخويا لوج على كارولينا لوج على النحله الفلانيه على انتر. راهي كل نحله خلقت في البر نتاعها هي هي اللي تتاخر مع الطقس هذاك. خليك مع المحلي ديما في كل شيء حتى في حتى حتى في غلم في نعجه في بقره في واحد خلقت هي في الطبيعه هذيك هذيك تتمشى معها تتحمل تتحمل اي سيدي. النحله نتاعنا تتحمل حتى تقريبا كل 47 هي النحله في في, في, في تقريبا ال 54 تموت تتحمل حتى ال 45 و 46 في الصخر. في فرنسا عملوا صارت الكارثه وصل حتى ال 45 اشترى نحل مات. ان شاء الله تاخذوا العبره وربي يهديكم ومني وعليكم السلام. اي سيدي بالسلامه.